اهلا وسهلا ومرحبا في احلى واغلى متتبعات يا صحباتي الزوينات. قولوا لي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير على خير الصحيحه الحمد لله يا ربي. كنتمنى كل وحده كتشوف الفيديو ديالي تكون باتم الصحه والعافيه، 5 5 المورال طالع، ما يكون ناقصك حتى شي خير ان شاء الله. وكيف العاده نبداو الفيديو بالصلاه والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا اختي هذا الفيديو انا عارفه مع هذا البرد وهذا الشتي والاصبات، الحمد لله الله يرحمنا يا ربي، غتكوني يا اختي عكزانه و كتستحلي غير ديك الماطه وتفرجي في التلفازه، ولكن غادي نطير منك هاد العكز. حتى انا البنات راه مورا الغدا تكيت واحد الشويه، حيت هادي فوقاش بديت معكم التصوير حتى من بعد العصر، عاد دخلت اختي لكوزينتي ونوجد عشيوتي، وغادي نوجدها على بكري وعلى تيساع هكا باش نكون انا مرتاحه. المهم البنات غادي نوجد معكم قنينطات بالورقه معمرين بطاطا، ولكن بطاطا غادي نزيد معاها واحد الاضافات هي اقتصاديه وكتجي بنينه. هاد الاضافات اللي غادي نزيد كتزيدها واحد البنه كتجي ديك الحشوه ديال البطاطا بنينه. المهم خديت هنايا بطاطا درت ليها قطعتها مربعات صغار، درت ليها شويه الماء والملحه وخليتها تسلق، درت هنايا واحد جوج بيضات حتى هما كيتسلقوا، غادي نخلي هادشي كيتسلق وغادي ندوز ناخذ واحد البصله تكون حبه متوسطه غادي نحكها في الحكاكه الرقيقه. بالنسبه للبطاطا البنات القياس ديال البطاطا على حسب شحال بغيتوا تصايبوا نتوما، انا عندي نص كيلو ديال الورقه، تقريبا خديت واحد 3 ديال حبات البطاطا كبار وجوج مويان وبيض، جوج بيضات يتسلقوا وواحد كي شفتوا بصله متوسطه حكيتها في الحكاكه الرقيقه. هاد البصله وداك البيض اللي غادي نسلقوا مع هاد العطري اللي غنزيد معكم من بعد كتجي واحد الحشوه بنينه واقتصاديه. صافي هنا من بعد ما حكيتها في الحكاكه الرقيقه ضروري باش ما كتجيوش باش ما كتجيش البصله نهائيا باينه في ديك البطاطا، كنزيد معاها الزيت البلديه والملحه والابزار وواحد شويه ديال الثومه بودره. ما عندكمش الثومه بودره حكوا غير واحد الضريس صغير باش ما تجيش الثومه مجهده. غادي نحرك هادشي كامل وغادي نحطو فوق البوطه على عافيه مهيله، وهانتوما كتشوفوا كنخلي ديك البصله حتى كتعسل البنات وكتهبط وكتذوب كتولي غير ريحتها البنات فنه فنه في الكوزينه، باش مين نزيدوها قلت لكم البطاطا ما غاديش تجي باينه وكتبننها. خلينا داك الشيء علاج البطاطا مازال كتسلقيها والبيض. مهم هنا غادي ندوز باش نصايب معكم كي قلت لكم الصوبه ديال الخضره، اي نوع الخضره عندكم استعملوه. انا عندي خيزو، جوج حبات خيزو، ثلاثه حبات بطاطا، جوج قريعات، جوج لفتات، واحد البصله، واحد مطيشه، واحد طريف صدر الدجاج. ديروا داك الطريف صدر الدجاج البنات راه كيزيد واحد البنه ما نعاودش ليكم، كيعطي صراحه فرق في الصوبه. واش راكم شفتوا واحد طريف دجاج غير صغير؟ غادي ناخذ هاد المكونات كاملين ديال الخضره قطعوهم عادي. خيزو درتو بالقلب ديالو حيت القلب ديالو احمر ما خضرش، بطاطا، اللفت، القرعه الخضراء، القرعه الحمراء، ليشو بالنسبه لهاد وعندي بنات الربيع واحد الحزيمه ديال الربيع. الربيع ما عنديش الكرافس صراحه، ملي كيكون الكرافس زيدوه كيعطي واحد البنه، ودرنا حزمه حيت من بعد غادي نحيدوها باش يكون عندكم هاد الخضره كامله في الدار البنات. هي نهار الجمعه، نهار ديال ليله الخميس ولا المهم الصباح ديال الجمعه، كلشي كيخرج كيتقضى الخضيره ديال الكسكسو. ديك الخضيره ديال الكسكسو غتبقاي تخلي منها الله يجعلك خلي غير حبه انت كاع ديال القرعه، قرعه خضراء وحبه ديال اللفت، شويه ديال القرعه الحمراء قطعي منها خلي شويه. مهم ديك الساعه لي الشو حيدي منه واحد الطريف اولا المكور كلاش كيقول له. مهم ديك الساعه غادي تكون عندك الخضيره كامله هكا في الدار، ونهار السبت في الليل ديما بقيت صايبي لوليداتك الصوبه حيت ديك الساعه الخضيره كامله كتكون عندك في الدار. مهم قطعت ديك الخضره كامله اللي عندي، ديك الحزيمه ديال الربيع، وغادي نغطي هاد الخضره بالماء. مهم تقريبا ما بين طرو وطرونس غطيو ديك الخضره بالماء، وغادي نزيد شويه ديال الزيت البلديه، من الاحسن تنصبوها بالزيت البلديه حيت ما غاديش تحتاجوا بزاف، تقريبا جوج معالق. الخرقوم ما كثرتوش غير شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الابزار، وغادي ندير واحد الراس ديال المعلقه هكا د سكينجبير حيت دير هذاك الطريف ديال الدجاج، وغندير تقريبا واحد نص معلقه ديال الكمون. هانتوما شفتوا العطريه ما كثرتش منها بزاف، وغادي ندير الملحه. صافي كانت هذه هي العطريه، وغادي نسد على الكوكوط وغادي نخلي هاد الخضيره واحد نص ساعه. صافي راه كتكون طايبه. بالنسبه للناس اللي عندكم القوق، راه ما عنديش حيت انا فاش كيكون عندي كنزيدو في الصوبه، عرفتوا القوق كيعطي واحد البنه للصوبه يا البنات، واعره واعره. انا ما عنديش، المهم انا قلتها لكم الا كان عندك القوق في الثلاجه كزي واحد القوقه حيد لها القلب ديالها وديريه، راه كيجي كتجي واعره. صافي رديت ديك الصوبه البنات ديك الخضيره هكا كطيب. انا الصوبه كيعجبني تجي مرخوفه، راكم شفتوا الماء درتو بزايد شويه.
ما كتعجبنيش تجي قاصحه، تجي بحال البيصاره. المهم هنايا بطاطا من بعد ما طابت تسلقات كتخليوها حتى كتسلق مزيان وخليتها كتقطر، صفيتها وهي مازال سخونه البنات كنمعسها. انا هنا رجعت للحشوه ديال القنينطات، كتمعسها وهي مازال سخونه كتحرق باش تمعس ليكم مزيان، كترجع بحال شي بيغي كتمعس مزيان. بالنسبه للعطريه درت شويه ديال المليحه وشويه ديال الابزار والكمون وواحد الراس ديال المعلقه ديال الهريسه. ما تكثروش على البنات، المهم انا الهريسه عندي حاره قاطعه، كان جابتها لي ماما داكشي باش ما كثرتش، ولكن الا عندكم زيدوها راه كتعطي بنه. غادي ناخذ داك جوج بيضات اللي سلقت، غادي نحكهم في الحكاكه الرقيقه. وشفتوا الملحه البنات فاش زدتها، ما تزيدوش بزاف ديال الملحه حيت البصله راه دايرين معاها الملحه اللي غادي نزيدو. بطاطا سلقناها في شويه ديال الملحه. المهم انتم الفرماج غادي نزيدو، دابا نزيدو معكم حتى هو كيكون مالح، بقاو تذوقوا باش ما تمشيوش تملحوا عاوتاني اكثر من القياس. دوك البيضات مسلوقين، وهنايا خديت الفرماج العادي المثلث، كنزيد 5 ديال الحبات. اولا البنات ديروا الفرماج الاحمر، واحد 5 دراهم كديال الفرماج الاحمر، حكوه حتى هو في الحكاكه الرقيقه. اولا ديروا هذا اللي عجبكم، حتى هذا راه بنين، هذا على فاشكيري راه بنين. صافي البنات، وكان معس كل شيء. هذه بطاطا مع الملح الابزار، شويه ديال الكمون، الهريسه، صافي. وغادي نزيد واحد شويه ديال المعدنوس في التالي، غادي نزيدو كتشوفوا قمه كنزيد شي مكون، راني كنخلط باش ما يعذبنيش. هنايا ديك البصله هانتوما راه زدت حتى هي، المهم كل حاجه زدت، زدت البيض معست، زدت العطريه معست، زدت الفرماج معست، زدت البصله معست. المهم كنحاول هكا نخلط كل شيء مزيان. اخر حاجه كتبقى ليا هي واحد شويه ديال المعدنوس، صافي. وكانت هذه هي الحشوه البنات اللي كتجي بنينه، راه تاكليها غير هكا كتجي بنينه بنينه بزاف. دابا غادي ندوز نشكلها هكا على شكل صبيعات، باش ملي يكون البنات كنعمر في الورقه ما نبقاش نطلق الورقه ونعاود نعجن يدي هنايا ونعاود نمشي عاود للورقه، فهمتي؟ غادي نجلخ الدنيا. اللهم وجدوهم كاملين، قدهم بالقياس اللي غادي يجي في دوك القنينطات. انا حاولت هكا ناخذ هذا القياس هذا باش يجي في دوك القنينطات، ومبدا نعمرنيش نسهل عليا العماره. المهم غادي نكمل هكا بنفس الطريقه حتى غنكمل هاد البطاطا. راه بعدا قبل ما نشكلها بحال هكا خليتها بعدا شدات راسها واحد شويه، ماشي راه سخونه كتحرق، خليتها شدات راسها عاد شكلتها في داك البلاطو. خليت داك البلاطو على جنب، وهنايا الصبه اولا الخضره هانتوما كتشوفوا طايبه، صافي. الاضافه اللي غادي نزيد ليها قلت لكم باش تجي بنينه وياكلوها ولادكم، غادي نزيدوا واحد الدانون مسوس، حيت كاين اللي كيزيد الكريمه ديال الطياب، الكريمه السائله. ديري اختي غير واحد الدانون مسوس زيديه، وديري واحد 3 ديال الفرماجات ما غنديرو فيها لا كنور، كاين اللي كيدير كنور. صراحه انا كنت كنديرو الا ما كنتش دايره الدجاج، ولكن دايره الطريف ديال الدجاج كيعطي واحد البنه، صافي. وغادي نخلط كلشي بهذا الميكسور. الا كانت البنات ما عندكمش هذا غير مولينكس العاديه، خليو الصوبه ديالكم حتى تبرد، المهم دفا باش مولينكس يتحملها. عاد طحنوها، كطحنوا بالدجاج بكل شيء، المهم كتطحن الخضره والدجاج، داك الدجاج كيعطي واحد البنه قلت لكم روعه، وداك دانون المسوس كيجي بحال كريمه، بحال دايرين الكريمه السائله، والفرماج كيعطيها بنه، مهم كتجي البنات روعه. صافي هذه الصوبه ديالي، راني حيت قبل ما نطحن ضروري كنحيد داك الربيع، ولا كنتو دايرين حتى الكرفس حيدوه، خليتها على جنب تا غنبغيو نتعشى ونعاود نسخنها ونقدمها كفز ليفات. صافي دزت هنايا البنات الورقه، خديت نص كيلو ديال الورقه. المهم الورقه دايره عندنا حنايا دابا ب 25 درهم، خديت نص كيلو ب 250 ريال. بالنسبه للورقه كنقطعها على 4، هانتوما كتشوفوا كنقطعها على 4 باش غيجيو فيها دوك القنينطات. هما هادوك صراحه ما كيجيوش صغيورين مقموعين، وما كيجيوش كبارين، حيت كتشوفوا راه الورقه تبارك الله راها كبيره. صافي قطعتها بهذه الطريقه هذه باش كيتجي على شكل مثلثات، وديما البنات خليوها في البلاستيكه، كتجبدوا غير داكشي باش غادي تخدموا وردوها في البلاستيكه باش كتبقى رطبه وكتبقى مزيانه وما كتعذبكمش في الخدمه. بالنسبه للطريقه باش كنخدمهم، كناخذ واحد الوريقه وكندير حدايا شويه ديال الزيت عادي الزيت روميه، وكندهن بالشيته باش هكا الورقه ما كتبقاش ناشفه، وكناخذ دوك البطاطا اللي قديت هانتوما كتشوفوا هكا كتجيني سهله، كنهز وكنحط وكنحطها في الوسط، وكنرد عليها دوك الجنيبات والقند التحتاني، وداك الطبيص اللي راه نديرها فيه الطحين ومخلطاه بشويه ديال الماء.
دايره فيها الطحين البنات، مخلطه به شويه، مخلطه بشويه الماء، كنلصق به باش الورقه نهائيا في الطياب ما كتحلش. وانا غادي نطيبهم في الفران باش يكونوا هكا هادشي كامل كلي درته صحي. الا بغيتو تقليوهم راه قليوهم، ولكن انا قلت من الاحسن اندهنهم نديرهم في الفران. هنا البنات راه بديت كنخدمهم وعييت بالوقفه وقلت اجي نجلس هانتوما وانا غادي نكمل معاكم هنايا. صافي راه كملت داكشي كان عندي في بلاطو، بقى لي الطبصيره تقريبا، عطاتني تقريبا شي 40 حبه. صافي البنات هنايا كيف العاده كناخد الوريقه كندهنها بشويه ديال الزيت، كنحاول نحطها على الجهه الناشفه، الجهه اللي كتكون ميد ما كنديرها من التحت، والناشفه هي اللي كنديرها من الفوق، وكندهنها وكنحط وسط منها ديك القطعه ديال البطاطا، وكنرد عليها الجنيبات، وكنرد عليها عاوتاني داك الطريف التحتاني. صافي وكنرولي وكان ما كنزيرش يدي بزاف باش ما تطرطقش ليا ملي تكون كطيب، وما نخليهاش عاوتاني مرخوفه. مهم يدك ما تزيريها، ما ترخفيها، تكون هي هذيك. وكنرولي وكنلصق بداك الطحين والماء وصافي، غادي نحطهم وغادي نكمل هذه الكميه كامله بنفس الطريقه. دابا البنات غادي ندخلهم للفران، الفران سخنته من قبل ودرت فرشت الورق ديال الطبخ. هنا في ديك المقيله كتشوفوني كنهز بالشيشه، عندي شويه ديال الزبده، الزبده عاديه ديال البواطه ذوبتها، وكندهن بها هاد السيجار او القنينطات. صافي وغادي ندخلهم للفران، درتو على 200 درجه، كنشعل عليه غير لتحت، عاد من بعد كان حتى كيطيبوا ليا من التحت، عاد كنشعل عليهم الفوق، كيتحمروا كياخذوا داك اللوين، وما فاش كيتقلاو راه كيجي فيهم داك اللوين حمير مذهب، عاطي حسن من الفران باش نجيو الصراحه. ولكن راه كيف في الفران عاوتاني كيكونوا زعما صحيين، كتاكليهم ما هازينش، ناشفين من الزيت وكيجيو زوينين. المهم صافي هنا قدمتهم في الطبق ديال التقديم. وهانتوما الصبه راني سخنتها البنات، كنبغيها انا كي قلت لكم في الاول تجي خفيفه، حيت الا درتها شويه قاصحه ما كيبغيوش الصراحه ياكلوها لي يشربوها، وانا كيعجبني نشربها بحال الحريره، ما كيعجبنيش تكون قاصحه. قلت لكم كتحسي بحال كتاكلي البصاره الخضره ولا، اللهم تجي خفيفه وانتوما كيبقى لكم زعما كيبقى لكم نتوما الاختيار، بغيتو تقصحوها شويه ما كتكثروش الماء، تزيد تجي عاقده اولا تجي خفيفه، صراحه راه كتجي زوينه. وصافي غادي نحطها هنايا يعني نديرها في الطبيصلات، وراه كتجي البنات بنينه بنينه ما نعاودش ليكم. حتى اللي وليداتها ما كياكلوش الخضره، ما تقول لهم هذه لا صوبه لا والو، غير حطي وقول لهم شربوا الشوربه وصافي. درت لها واحد شويه ديال الزيت البلديه من الفوق، واحد القطيره، بغيتو تزيدوا شويه ديال الربيع كديروه من الفوق، بغيتو تقدموها بحال هكاك، مهم كيبقى لكم اختيار، المهم البنه كاينه وصافي. هادشي اللي كاين الغزاله ديالي، وحطينا الطويله ديالنا، هذا هو العشاء ديال هذا النهار. اللهم ادي ما نعمه يا رب احفظها من الزوال. بالنسبه للبنات دوك القنينطات راني ما طيبتهمش كاملين، تقريبا غير النص اللي طيبت، والنص درتو في الفريغو، في بواطه في الفريغو. نهار كتبغي تجبديه كتجبديه هما جامدين، بغيتي تقليهم كتحطيهم هما جامدين في الزيت، بغيتي تدخليهم في الفران ماشي كتخليهم حتى كيطلقوا، صافي كتجبديهم من الفريغو كدهنيهم بحال كي درت لهم وتدخليهم الفران. دابا راه تعشينا بهذا الشيء هذا النهار، يقدر يبقى لي حتى الغدا، انا غدا نقدر كاع ما نصايبش العشاء، راه نجبدهم غير هما ونزيد معاهم شي حاجه وصافي، فهمتوا؟ صافي البنات هنايا من بعد العشاء قلت نشارك معكم الروتين ديالي قبل ما غادي نمشي نعس، نحمسكم شويه. وصراحه هذا الروتين زوين، كينفع العيالات بزاف ملي كتجمعي كوزينتك في الليل. جيت لهذا مولاتي الماكينه الله يرحم ليها الوالدين، عمرتها في المعين، بزاف ناس كيسولوني وصدقات زوينه ارتور مارتان، صدقات الله يعمرها. سلعه واحده كتقول لي وانتم حتى كتغسلوا المعين حتى كتحطوهم فيها؟ لا البنات كنحط فيها المعين ديريكت، هما هذوك غير الا كانت شي حاجه بحال مثلا في البراد دوك الفتات ديال اتاي، شي حاجه كشي تفرتيت شي وسخ كنحيدوه، شي وسخ اللي يكون فيه التفرتيت اللي يقدر يسد لنا ولا هذا الماكينه، بحال دابا الزليفه الصبه ولا عصير ولا شي حاجه لاصقه صوص ولا، راه ما كاينش تحيدي اصلا، هي كتغسل بالماء طايب، بالماء طايب كتحيد لك العجب المتعجب. المهم داكشي اللي غادي يتخشى في الماكينه ديال الزاج ودال الانوكس، المهم داكشي اللي غادي يتخشى كامل خشيتو، وداكشي اللي غادي نغسلو بيدي ها هو بقى ليا هنايا. بالنسبه لهاد الكوكوط ديال الجرانيت ما كنخشيها الصراحه في الماكينه، كنخشي غير الغلاقه، راني عاد غادي نخشي الغلاقه ديالها، كنديرها في الماكينه حيت الغلاقه ديال كيشتو راه ديال الانوكس، ولكن الجرانيت ما زعمت الصراحه نديرها في الماكينه، والكوكوط شاريها بالثمن وزويونه ودقيقه وكطيب ليا من داكشي، ما درتهاش البنات في الماكينه. بالنسبه للمعجن اللي ما كنديرش في الماكينه الجرانيت، العود صراحه كنديرو، ما نكذبش عليكم نقول لكم ما كنديروش، بزاف د المتتبعات قالوا لي مابقيتش ديري العود في الماكينه كيتشرب داك البرودوي
وراه كنديرو غدا، ما قلت اختي ندير لكم خاطركم ما نديروش. اما هذيك القراده ولا هاد المغارف ديال العود صراحه كنديرهم. بالنسبه للبلاستيك كاين واحد البلاستيك اللي كيصلح للماكينه، وكاين واحد البلاستيك اللي ما داك البلاستيك المزيان ماشي مشكل واخا ديريه في الماكينه، وكاين واحد البلاستيك داك الرخيص العادي هذاك البنات درتيه في الماكينه كيتعوج لك. شحال من حاجه الناس درتها في الماكينه وتعوجات شويه، علاش؟ كيكتب لكم الماكينه كتغسل الماعن بواحد الماء سخون بزاف، هي الصراحه راه كتعقم داك الماء اللي كي البرودوي كيكون مشاد كيخرج الماعن كيشعلو، والماء باش كتغسلي هي راه واخا نغسلو حنا بالماء سخون راه ما غنغسلو غير بالماء سخون اللي كيتحملو يدينا، ولكن الماكينه داك الماء باش كتغسل راه سخون صراحه كتعقم. وداك الملمع كيعطي مع المعنات، هي درتي الملمع هي درتي الخل، المهم صراحه كيخرجوا من داك الشيء. غير هما شي معنات بحال دابا الالومنيوم والبلاستيك والجرانيت والعود كيقول لك ما ديريهمش. انا العود صراحه كنديرو، البلاستيك وليت دابا كنعرف البلاستيك اللي غندير من البلاستيك اللي ما نديرش. الا كان داك البلاستيك العادي مرخرخ دغيا غادي يعوج ما كنديروش، والبلاستيك المزيان راه كنديرو، والالومنيوم راه ما بقاش ليا ليه بزاف، بقالت لي غير هاد المقيله هادي، وقيله ما عنديش الصراحه شي حاجه كثيره. الالومنيوم حاولت نخلي انا معناتي جرانيت واينوكس، واينوكس على وديت الماكينه كتغسل لي كتهنيني منهم. ايوا هذا ما كان البنات، المهم ضروري راه كتحيد عليك النص الكبير كتحيد، راه نتوما تشوف شحال بقى ليا، بقى ليا غير شي حاجه قليله دوزتها بيدي. ايوا هذا ما كان، انا راه ما عرفت الحر ديال الماكينه راه حتى خصوصا في رمضان او ملي كيكونوا عندك الضياف كتجمعي فيها كل شيء وكتسالي شغلك دغيا كتمشي تكسي مع ضيافك. المهم البنات كي قلت لكم دوزت على المعينات اللي خصني ندوز عليهم وجاوبتكم على الاسئله ديالكم في نفس الوقت. هنايا خديت جولدال هذا ديال بيم كيدير وقيله 16 درهم 30، ما عقلتش البنات والله ما عقلت، ما بقيتش كنعقل على الاثمنه في خباركم، قوه الاثمنه ما كنقول، ما بقيتش كنعقل على الاثمنه. المهم راه زوين ورخيص وكيدوز. جولدال هذا كيصلح للاينوكس، ديريه هذا ديري حتى المعين اللي عندك شي طبعه ديال الاينوكس رشي عليها البرودوي وخليه والله حتى وتحكي صافي كيرجع كيشعل. المهم هاد جولدال هذا رشيتو على الروبيني، رشيتو دابا في الليل قبل ما الناس ضروري. راكم عارفين لي في النهار كامل وحنا كنحطو فيه الموان والماكله والقشور وهادي وهادي راه كيتوسخ، وهاد البلاصه هادي بالضبط خصها ديما تكون نقيقيه. رشيت عليها البرودوي كتخليه واحد 5 حتى 10 دقائق صافي، وحكو هاد الشيء انا باش كنحك راه رطبه ماشي حرشه، حيت حكيتو بشي حاجه حرشه هاد الاينوكس كامل غادي يتجرح ليكم وما يبقاش فيه ديك اللمعه واخا تعي ما ديري ليه. شحال وحده كتقول كان الاينوكس ديالي ولا مجروح ولا الا تجرح حيت تي كتحكي بشي حاجه حرشه، ولا البوطه بحال مثلا البوطه كاين اللي كتشد لك الحلفه ديال السلك وتبقى حك يا ما تحك حتى كترجع هاد البوطه مخرطه. شحال وحده في اليوتيوب نيت كنشوفها كتحك بوطه وكتمسحها وكتلمعها، ولكن دوك الخراطي كيبقاو باينين. علاش؟ حيت اختي كتحكي بالسلك، انا عمركم شفتوني كنحك هادي بالسلك؟ ما عمري حكيتها بالسلك، غير بحلفه رقيقه زعما ما تكونش حرشه بزاف كتجرح. والبرودويات راهم كيقضيو الغرض الصراحه، داروا فينا خير. حتى هاد البرودويات اللي ما عندهمش راه كديري غير البيكربونات مع الخل وشويه ديال الصابون ديال الماعن، راني فايتني مشاركه معكم هاد الخلطه. غير حنايا شويه معكازات كنبغيو هادشي الواجد، بحال البرودويات كيزعمونا ديك الخلطه، بحال كيجيك العكز بحال شي ماسك كتبغي ديريه لوجهك. الا كان عندك شي ماسك واجد بحال ما كتعكزيش كتقولي اجي غادي نهزو غادي نطلع لوجهي هكاك، الماعن البوطه هادي كتقولي اجي واجد غادي نهزو نرشو، عاد تنوضي تصايبي الخلطه وعاد تنوضي كتعكزي. برودوي غير هو، حافظوا على يديداتكم ما ديروش بحال ديما كنصحكم نصحوني حتى نتوما واخا كتنصحوني على اللي يخطيكم. المهم البنات مسحت البوطه هنايا، هاد الحوامل هادو كتهنيني منهم لافيسيل درتهم البنات في الماكينه هكا ديال الماعن. المقرج ما كنديروش ديما، مره مره عاد كنديرو. المهم الماكينه كتهنيك من شحال من حاجه. صافي خدمتها راه كتقضي شغلها. بالنسبه لهاد الزيوفه هادو البنات اللي كتكونوا كتستعملوهم في الكوزينه ديال البوطه ديال هادي الطبله، وهذا دائما قبل ما تنعسوا واحد البوينيو ديروا فيه شويه ديال الخل ديال جافيل، صراحه جافيل هو اللي كيبرد الغدايد خصوصا في هاد الزيوف هادو، جافيل وشويه ديال الصابون ديال الماعن وشويه ديال الماء سخون اولا دافي، وخليهم مرقدين الصباح جوج دويزات وتشليله كيخرجوا كيشعلوا كيشعلوا. انا جني هما هاد الزيوفه اللي كيبقاو معلكين باليومين وبالثلاث ايام. صافي الفران هنايا رجعته حيت ملي كنبغي نطيب فوق منه ضروري كنخويه، كنخوي كنحط فوق الطبله ولا تي كنسالي وكنرجع كل حاجه بلاصتها. صافي هنايا خديت غير هاد الخل، راكم عارفين الليل هذا ماشي غادي نوضو نحكو نفركو،
الخل قاضي الغرض، كيمسح كيعقم كينقي البليصه صافي، دوزت هكا تدويزه خفيفه على كل شيء، وهكا غادي نكون ساليت. و كتنعسي البنات ملي كتنعسي والكوزينه ديالك نقيه، كتنعسي اول حاجه مرتاحه، كتفيقي مرتاحه. والله البنات الا بالتجربه، راه شحال من مره انا راه بحالي بحالكم، حتى انا راه غير بشر ولحم ودم، كنعيا وهذا، ولكن الصباح كندم والله حتى كندم. وسبحان الله داك الصباح ما كتبديش الصباح كنتي بطاقه ايجابيه، كتكوني صافي عارفه شغلك، غتنوضي غادي تصايبي الغدا غديري، لا كتبقاي واحده غافله، ما عن خوي هادي رد هادي صايب هادي. اللهم قبل ما تنعسي اختي رجعي كوزينتك كتشعل كتشقشق، صبري واحد شويه ديال الوقت ضروري غتحيد من وقتك واحد شويه، ولكن الصباح عاوتاني داك الوقت غادي تستغلي وغتصبحي مرتاحه وغتربحي، حيت الصباح كنقولوا الصباح يفتح، والصباح ما كنعرفوش شنو يصلط علينا، قدر يجيك ضيف الغفله شي غرقه في ما عينك، تقدري تصبحي مريضه ما كتعرفيش، المهم داك الصباح شنو شي حاجه تخرج لك من الجد، ما تكونيش كاع انت عواله عليها. ايوا المهم الغزالات ديالي هنا غادي نختم معكم الفيديو ديال هذا النهار، كنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، ما تنساونيش من اللايكات وتعليقكم الزوينه والهلا، يخطيكم عليا.